ليه تدقيني الباب بذي الطريقة؟ خوفتيني. ممكن أعرف إيه اللي بينك وبين جوزي؟ وعايزة منه إيه بالظبط؟ أنتِ انجنيتي؟ أبوي وأخوي هنا في البيت. مش مشكلتي. وما عنديش أي مانع إن أنا أفضحك قدامهم. سحر، لا تتمادين، ترى ما بسكت لك كثير. لا هتسكتي. هتسكتي ورجلك فوق رقبتك. اسمعيني كويس يا شاطرة. اللعبة اللي أنتِ بتلعبيها معانا خلاص بح اتكشفت. لا يا شيخة. ركزي بقى في الكلام اللي أنا هقوله لك ده كويس قوي. لو قربتي مني تاني أو من جوزي أو من بيتي مش هيحصل لك كويس. روحي قولي الكلام ده لزوجك بعيون طايرة مو بلي أنا. طب جربي كده، جربي كده تلعبي معايا وانت هتشوفي هيحصل لك ايه. خافي على نفسك يا حلوة. انت اللي لازم تنتبهين على نفسك من اللعب معي وتخافين من اللي ممكن يحصل لك. لا وجاية بعد على بيتي تهدديني بكل بجاحة. انت ايش؟ ترى أنا ببساطة ممكن أدمرك. وانتي بقى فاكرة ان الكلام الفارغ اللي انتي بتقوليه ده ممكن يخوفني؟ هتعملي ايه يعني؟ سحر انا ممكن افضحك انتي وزوجك اللي مسوي فيها البريء والكيوت ده. انتبهي على نفسك وصحي واعرف انتي قاعدة تتكلمين مع من. ولو سمحتي لا حد تجينا البيت ده مرة ثانية. انتي بتهدديني؟ انتي اللي فتحت النار على نفسك. خسارة، كنت فاكراكي صاحبتي، أمنتك على بيتي وعلى أسراري. خسارة فعلا. أنا ما أدري إيش اللي خلاني أصادق واحدة مثلك. تقصدي إيه بواحدة زي؟ ما يحتاج أذكرك أنت مين، وترى ما تشرفني الصداقة مع واحدة مثلك. لا أنت تناسبيني ولا أنا ناسبك. ويلا انقلع الحين قبل لا أسوي لك فضيحة. الله يا عيني يا سلام. يعني أدور عليك بالشركة وألقاك قاعد هنا. أمنية حياتي كذا نفسي أفتح باب مكتبك وألقاك قاعد فيه. هذه أمنية بس. يعني ما أدري وشو اللي فاتحين لمكتب صراحة وخسائر على الفاضي. أنا أقول يعني لو نقلبه كافيتيريا ونخلي عبدوش فيه والله بيفيدنا أكثر.